استاذ هشام، الحقيقه هذه البدايه احب اقدم شكر جزيل على الاستضافه وتحياتي للضيف العزيز ولحضرتك. اكيد في ظل غياب القانون وفي ظل غياب تشريع قانون لحمايه الطفوله خلال 16 سنه ما قدر البرلمان يشرح هذا القانون، فبالتالي هي هاي النتيجه، سوء تعليم وسوء خدمات صحيه وسوء خدمات بيئيه، تفكك اسري، وهذا اللي ينتج لنا مجموعه تعد بالالاف من الاطفال الموجوده في الشوارع تمتهن عده مهن ويتم المتاجره بهم ومتاجره باعضائهم. هذا الواقع باختصار.